ومن لندن ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية ناصر قلاوون، مرحبا بك. أولا نبدأ بهذا المنشور، ما مدى أهمية هذا المنشور الذي سيوجهه البنك المركزي على السيطرة خاصة على مصادر التمويل وضمان الشفافية؟ بالطبع البنوك المركزية هي تتبع أطر دولية، هناك بنك التسويات الدولي في بازل في سويسرا، 60 بنك مركزي منها السعودية وتركيا وغيرها، لكن تونس ليست عضو، وبالتالي أفترض أن هذه الدول السعودية خصوصا هي تتبع منذ 15 عام تنفيذ لأمور كثيرة مطلوبة دوليا وأحيانا نابعة داخليا من داخل السعودية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بالنسبة لتونس تحدي كبير، نعم، بعد توقعات كبرى بأسواق الاقتصاد بأن الاقتصاد التونسي ليس ضخما جدا، وبالتالي تقع المسؤولية على البيروقراطية التونسية. هناك يعني عدة برامج تدريب مع الاتحاد الأوروبي، لكن برأيي يعني المتطلبات منها أكثر من قدرة البيروقراطية التونسية. وحتى لمسؤولين تونسيين قابلتهم سابقا، بلال سحنون رئيس البورصة، هم يريدون مستثمرين أجانب، وبالتالي هذا الأمر فيه مسؤولية كبرى، وأرى البنك المركزي التونسي يريد أن يشرح للمستثمرين الأجانب وللهيئات الرقابة الدولية ما يقوم بفعله، وهذا ضروري برأيي لأن المفوضية الأوروبية هي حديثة يعني التكوين بالنسبة لمؤشر مكافحة تبييض الأموال 3 أعمام أو 4 أعمام، وبالتالي برأيي التخاطب بين الطرفين هو مهم جدا. طيب بالنسبة إلى إعادة تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لتمويل الإرهاب، ما سبب وصول تونس إلى هذه الوضعية؟ هناك عدة أسباب. أولا أريد أن أقول تونس وليبيا عليها ضغط أفريقيا كلها من ناحية الهجرة، شبكات تهريب المهاجرين أو المهاجرين عبر البحر لا تقوم بمعاملات بنكية، وإذا قامت بها عبر غسيل أموال، يعني تأخذ الأموال من هذه النشاطات غير الشرعية وتقوم بشراء ربما مساكن أو عقارات في أوروبا. اثنين، هناك مستثمرين تونسيين ربما تعودوا في الماضي على أمور معينة يغطوها عبر البيروقراطية أو الاهتراء البيروقراطي، كذلك تهريب أموال إلى الداخل أو الخارج، نشاطات غير مشروعة ومنظمات إرهابية. لا نستطيع أن نركن هذا الأمر، تونس تعرضت لأمور إرهابية، ضربت يعني قطاعات معينة كالسياحة مثلا، ولم تستطع أن تنهض بعد ذلك. رقم أربعة، أن الاتحاد الأوروبي ودوله عانوا من إرهاب في شوارعه وعواصمه، جزء منه داخلي وجزء منه آت من الخارج، وبالتالي كان هناك في الماضي نوع من سهولة في تنقل الأفراد وتنقل الأموال وشبكات توزيع الأموال لتسهيل مهمة هؤلاء. إذا كل هذه مجتمعة ضمن الاتحاد الأوروبي وإدارة بمواطنة تشيكية هي رئيسة يعني القسم القانوني أو المفوضية القانونية في الاتحاد الأوروبي، هي تظهر برأيي شدة مع دول شمال أفريقيا وهذا مطلوب، لكن برأيي تراخي مع دول مثل إستونيا التي تبين فيها بفرع بنك دانسكي 200 بليون دولار غسيل أموال، وبالتالي لا أرى إجراءات في هذا الإطار. طيب سيد ناصر، كيف تفسر هذا التناقض؟ من جهة تونس تصنف من ضمن أول الدول في ممارسة الديمقراطية، وفي نفس الوقت هي تنتمي إلى القائمة السوداء لتمويل الإرهاب، أين الخلل وكيف تفسر هذا التناقض؟ برأيي التناقض يكمن أولا، لأقول هذا وليس سر، هناك تنافس أوروبي على شمال أفريقيا يغطى أحيانا ببيانات أوروبية، تنافس إيطالي فرنسي إسباني، أحيانا بريطانيا تقوم بدور الوسيط، هنا أتبع أنا ورش عمل عن ليبيا عن تونس وغيرها وأرى هذا التباين. إذا هذا رقم واحد. اثنين، بأن هناك في القارة الأفريقية وفي خصوصا شمال أفريقيا النظم ليست كاملة كما قلت، وتأخذ استشارات من شركات يعني تدقيق محاسبي تتعاون مع البنوك المركزية
لكن برأيي هذا الأمر غير كافي. أريد أن أشير هنا أن هناك مصادر مالية من النظام السابق، وهنا على الحكومة التونسية جزء منها، بيروقراطية سابقة في النظام السابق وأطياف جديدة كما تعرف، هي تريد ديمقراطية لكنها في موقع الدفاع حاليا. وأرى أن صراع النظام القديم مع النظام الجديد الذي لم يتشكل بعد كليا أرهق النظام السياسي والنظام الاقتصادي التونسي، وبالتالي دفعه لأن يأخذ يعني بعشرات الملايين مساعدات أوروبية للتحسين، لكنه لا يستطيع أن ينفذ، يوقع ولا ينفذ. فيما ليبيا تأخذ 70 مليون يورو مثلا للمجتمع المدني وغيره والشفافية وغيرها، لكن الشفافية في هذه الدول هي تضرب شبكات الفساد برأيي، وهذا ما فتح باب الاتهام الأوروبي. طيب، إلى أي مدى يمكن أن يمثل تصنيف تونس ضمن هذه القائمة السوداء في إعاقة التعامل مع الاتحاد الأوروبي وفي جلب الاستثمار الأجنبي؟ برأيي لن يعوق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحكم أن هذا ما حصل جرس إنذار لدول كانت سابقة مثل البوسنة كانت في اللائحة ثم شطبت. مصر في يعني 2005 إلى 2008 كانت باللائحة ثلاث مرات على الأقل ثم شطبت. إذا هناك أمل بالتعاون وتبادل الآراء بين البنك المركزي التونسي، البنوك التجارية، من الاتحاد الأوروبي لضبط الأمر وليس التهرب من هذا الأمر. وبالتالي يعني كما قلت، توقيع العقود وتوقيع الاتفاقية سهل، قيام البيروقراطية بالتنفيذ في البنوك وفي الدوائر الرسمية والفساد يفتح باب لشبكات غسيل الأموال كما قلت، ولأمور أخرى، التجار بالبشر، وهذا يضرب مصداقية الاقتصاد التونسي. ولمست هنا أن مسؤولين تونسيين سواء كانوا من النهضة أو من الحزب نداء الحزب الحاكم نداء تونس يأتون بوفود لجذب المستثمرين، لكن المستثمرين يسألونهم كما سألتني عن الشفافية، عن التنافسية التجارية، مؤشرات البنك الدولي ومؤشرات يعني المنتدى الاقتصادي الدولي في التنافسية وفي غيرها وفي الشفافية ومحاربة الفساد. وبالتالي التصنيف ليس جيدا الآن، هو لكن أرى بصيص أمل. كما قلت، مصر تقدمت، السعودية تقدمت، وبالتالي هناك أمل بالتطبيق كما قلت أنا، وليس بالوعود الجذابة. البيروقراطية التونسية هي من حقبة الفرنسية، وبالتالي يعني الدفع السياسي بالعملية السياسية هو أفضل بهذا الأمر. لكن نرى أن صراع يوسف الشاهد والحكومة لمدة سنة قد أفرز برأيي عدم قيادة للبيروقراطية التونسية. الدولة التونسية قامت بتعيين هيئة لمراقبة تبييض الأموال والتهريب الضريبي أيضا، إلى أي مدى يمكن أن تساعد في السيطرة على تهريب تبييض الأموال ومصادر التمويل برأيك؟ أنا اطلعت على يعني مرتكزات القوانين الأوروبية ثم التحديثات لها، وخصوصا التحديث رقم 4، هو يتعلق بعدة أدر، منها التشريعات كما سألتني، وهذا سهل على الحكومات، تقوم لجان يعني مشتركة بالتفاوض ثم التوقيع. المشكلة هي في التطبيق والأطر القانونية، وهنا يعني سيادة القانون، كيفية جذب، وهذا ما يراقبه الاتحاد الأوروبي، كيانات ليست فقط صغيرة، كيانات كبيرة، لأن تكون أول شيء الأجهزة القضائية ويعني القانونية بناحية الشفافية موجودة لأخذ أحكام ضدهم ثم مصادرة أموال. هذا الأمر كان متهم على الأقل بالنسبة للسعودية، وأفترضه لتونس بحكم أن هناك جهاز دولة، يعني المصادرة وليس فقط إصدار أحكام، فقط مصادرة أموال. هذا واحد. اثنين، بأن تونس وضعها أفضل جزئيا من ليبيا، لكن ليبيا، وهذا يعطيني فكرة، أن عندها عدة إدارات متنافسة، وبالتالي ينفذ منها يعني العصابات وتنفذ منها حتى عصابات تهريب الأموال وكما قلت تهريب البشر. لكن تؤخذ تونس بالمسؤولية بحكم أن أبواب المسؤولين الغربيين في الاتحاد وفي العلاقات الثنائية مفتوحة، ويعطونهم جزء من يعني لنقل الظن الحسن. لكن برأيي بوضع تونس على اللائحة السوداء،
الخطوة الأولى هي لحمل نفسها إلى خطوة اللائحة تحت المراقبة، يعني الواتش ليست أو الجراي ليست. نعم. وبالتالي تكون خطوة أولى تعطي فيها فكرة بأن ما توقعه تقوم بتنفيذه عبر كل الأطر، من رجل الشرطة في الشارع إلى القاضي وإلى نعم. القيادة السياسية. أشكرك أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية ناصر قلاوون، كنت معنا من لندن. وفي تونس ارتفع المعدل العام للجريمة